حياكم الله متابعينا الكرام، واهلا وسهلا بكم بسالوفه جديده. سالوفتنا اليوم من التراث الكردي. سالوفتنا للمثل اللي يقول جيب ليل وخذ عتاب. تقول السالوفه طبعا والعهده على الراوي. سالوفتنا تقول كانت اكو بنيه اسمها عتابه من شمال العراق. تمتاز هذه عتابه انه هي كانت فتاه جميله جدا، تعيش في قرية من القرى، وبما أنه هي فتاة جميلة جداً وتعيش بقرية أكيد بسيطة، فكانوا خطابها كلش هواية. لكن عتابة كانت ترفض أي واحد يجي يدق الباب. ليش؟ لأن ابن عمها كان كلش يحبها. وتزوجت فعلاً عتابة ابن عمها، وسكنوا أيضاً في نفس القرية في شمال العراق. في يوم من الأيام كانت عتابة خارج البيت ترعى بالغنم. في تلك تلك اللحظة وتلك الأثناء فات أحد الأقطاعيين ولمح عتابة من بعيد، فدخلت عتابة في دماغه أو في قلبه هذا الأقطاعي، وقرر إنه لازم يحصل عليها. فدز عليها جماعة على أمل إنه يلين دماغها أو يقنعها إنه تكون من نصيبه، ولكن جابهت عتابة هذا الأقطاعي بالرفض، فما كان منه إلا أن يخطفها. وفعلاً خطفوا عتابة من داخل بيتها. رجع ابن عمها وهو زوجها في بعد ما خلص شغله، رجع للبيت لقى إنه البيت لاكو أثر للطبخ، لاكو أثر للتنظيف، وعتابة ما موجودة. وظل ينتظر على أمل إنه عتابة ترجع. وصار العصر وصار الليل وما رجعت عتابة. ظل ابن عمها صبح مع ليل مع ظهر يسأل ويناجي على أمل إنه يلقاها، ولكن دون جدوى. فبدأ يفتر من مكان لمكان ومن قرية لقرية، وهو يردد اسمها ويتغنى، مو يتغنى وإنما خلينا نقول إحنا يسجي مصيبته على إنه هو فقد أعز الناس إله، ويبحث وينطي مواصفاتها لكن ما لقى أي جواب. وتقول أكثر الروايات إنه هو وصل ببحثه إلى سوريا وفلسطين، وظل هذا ابن عمها إنه ينادي باسمها. ومن هنا طلع الطور الغنائي الذي يسمى العتابة. فالعتابة تتألف من بيتين شعريين، كل بيت يحتوي على شطرين. فالأشطر الثلاثة الأولى تحتوي على قافية مجنسة، أي إنه هي تتفق باللفظ لكنها تختلف بالمعنى. أما الشطر الرابع فهو يكون ينتهي بالياء مسبوق بألف أو كسرة، عفواً فتحة. فالطور الغنائي هذا العتابة جاء من هذا المثل، واللي هو يسجي أو ينادي للشخص اللي خلينا نقول خلقه لازم يكون طويل، وإذا أراد يحصل على أمر معين لازم ما من أول مرة أو من أول محطة يعجز أو يفشل. أتمنى أن ألتقيكم سالوفة جديدة ومثل جديد في أمان الله.